بعد اندلاع حريق كبير في مخيم بحنين شمال لبنان وتشرد العائلات اللاجئة، هبت دولة الكويت مركز العمل الإنساني لمد يد العون للمتضررين من هذا الحريق. وقام الهلال الأحمر الكويتي بزيارة للمخيم وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة عن كاهل العائلات المتضررة. بعد اندلاع حريق كبير في مخيم بحنين للاجئين السوريين شمال لبنان، وبعد تهجير ما يقارب 75 عائلة، وعقب الاستغاثة من أجل المساعدة، هل يعقل لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ألا تكون من أوائل من يلبي النداء؟ حيث قام وفد من الهلال الأحمر بمتابعة لصيقة من رئيس البعثة الدكتور مساعد العنزي بزيارة المخيم وتفقد حال أهله المشردين وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة، فضلا عن توزيع المواد العينية الغذائية والتعقيمية وكسوة الشتاء للمتضررين. استجابت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للنداء الإنساني الذي يوجه من قبل مخيم المنيا الذي تعرض لحادثة الاحتراق قبل يومين. نقوم اليوم بتوزيع المساهمات والمساعدات العينية والبطانيات لتخفيف معاناة هذا المخيم ومن يسكن هذا المخيم. طبعا سوف نساهم خلال المرحلة القادمة بكثير من المساهمات والمساعدات لتخفيف معاناة الشقاء السوريين وكذلك المحتاجين من الأسر اللبنانية. أهالي المنطقة من المواطنين اللبنانيين يقدمون أسمى التحيات لدولة الكويت وأيادي الخير الكويتية من أجل تقديم المساعدات الضرورية لهم، إيمانا من الهلال بالمساواة بين كافة الأجناس والأطياف. الكويت رقم واحد بالنسبة للعمل الخيري، والكويت هي بلد المعطاء، ورب يحفظ الكويت وأمير الكويت وأهل الكويت. أرادنا كلها احترات، ما طلعنا غير بأرواحنا، بس ما ضلنا ولا شيء. قد ايه انتم بحاجه لهول البطانيات والمواد اللي عم توزعها دوله؟ بحاجه بطانيات وحرامات وكل شيء، ما عندنا ولا شيء. لانه جدير بالذكر ان مشروع الهلال الاحمر الكويتي مستمر لا ينتهي للوصول الى اكبر عدد ممكن من المحتاجين، وذلك يدا بيد نحو العطاء والانسانيه. اللاجئون السوريون نادوا مستغيثين، وجمعيه الهلال الاحمر الكويتي كعادتها لبت النداء. مريم حموي، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.